وقف عندك، وقف عندك، ليش عم تاخذ تنكيتي؟ طول بالك عمي، شو بنا؟ رح احط لك اياهم على العرباية، رح احمل لك اياهم. شي؟ ومين طلب منك عرباي؟ هلا ضروري نستناك لتطلب؟ ولو يا عم، شو قالوا لك عنا طارت النخوة من راسنا؟ يعني معقولة نحن نشوف رجال مقدر مثل حكايتك حامل الحمل كله وما ننتع عنه حمله؟ ولك حل عني بلا قلة حياة ولك؟ أبديش حدا ينتع عني تنتعك القروض يا حق، أنا مبسوط هيك. روقنا خال، شبك شبك ضجت؟ خلاص حبيبي، إذا مشان مصاري قد ما بدك تدفع مو مشكلة، بلا نختلف. ها؟ ها؟ يلي بدك. وك حط هالتنكي بالأرض من يدك، بقى حاجة غلاظة. روح دور على زبون غيري، أنا ما منيش فايدة، ما منيش فايدة، مش مستعد أدفع لك مثليك واحد. فهمت ولا ما فهمتش؟ العمل شو إنك شقير أخي. خلاص طيب مثل ما بدك، هلأ لا تدفع ولا هللي، عالبوسة بالجاية بإذن الله بتبعت لي الإجرة. وكل عنها من يدك، بقى عنها وتركني روح بحال سبيلها. يلا يرضى عليك، شو بك تبق تفيني فرد دبقة مثل القرادي؟ العمل يضرب جوز عيونك ضرب، شو إنك مطيليس؟ شو يعني؟ ما في فايدة؟ لا يا عمي، أفيش فايدة، روح غزيل بغير هالمسلي. طيب بلاش، حتى بلاش ما بدك. وك يا عمي أبديش، أبديش، لا تخلينيش صيح، حتى لو دفعت لي مصاري فوق إجرة حملانها أبديش، أبديش، أبديش. إيه؟ تصطفل، أنت حر، بس تعرف، أنت أول زبون بعصلج معي هالعصلجة من جمعة زمان. روح عمي، روح عصلجك ابو ملعون يخلع رقبتك، روح خيط بغير هالمسلي ولا هذا اللي كان ناقص، والله يخرب بيته وشم السمني من 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 بعيد ما يتعي ومتر، يخرب بيته وبيت بيته. هذا السلام عندك حبيبي. روح عمي روح، الله يرضى عليك. شبال القصه معصلج اليوم؟ تفضل يا اختي. يسلموا ايدك. اهلين وسهلين. يالله السلام عليكم ابو قاسم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا ابو فالح، تفضل حط التنكات من ايدك. يلا تعود جميل، قوط نفس، فوت لقلك. شلون الصحة؟ يا اهلين وسهلين. الله يخليك. اهلا وسهلا. وهي قاعدي، هات له كاسة مي بسرعة يا عرفان، وافتح لي التنكات. حاضر معلم. الله يصلحك يا ابو فالح، لكن معقول تحمله لحالك؟ استجروا شي عتال. فشل؟ ليش يبني انا؟ لا تشوفني هيكم صوفين. قسما بالله بميل على الجبل بهدو، بعجبك يعني. على سلامتك يا فالح، البركه فيك. تفضل عمي. يسلموا ديتك. يا الحمد لله رب العالمين. اسمع يا ابو قاسم، علقني واحد عم يشيل عربية قدامه، عربية، وصار يحوم حولي، يحوم حولي مثل الدبور على عنقود العناب، وهات التنكات يا عمي، وهات التنكات يا عمي. بصراحة أنا خفت أعطيه مش مشان الإجرة، بس الواحد إحنا بيتوخوش شوية أبو قاسم. معك حق، المهم شو جايبنا اليوم؟ الله وكيلك، التنكتين سمن عربي على كيف كيفك. أكيد على كيفي. ولو يا أبو قاسم، أنت بالذات بتعرف بضاعتنا. طبعا طبعا، ولو شبك صدقت فورا عم بمزح معك فالح. يا عرفان هات شوي سمنة من التنكة هات. فضل عليك. هات لشوف لك ابني. الله ريحتهم مثل البخور. إيه لكن يا أبو قاسم لكن. تعرف لك أفالي، جاي على بالي أعمل لي صندويشة سمنة وسكر وأفطر عليه اليوم. صحة وأنا إن شاء الله. لك قل لي أفالي، ما وصيتك على قريشة؟ شو عم تنسانا كتير أفالي؟ إن شاء الله المشوار الجاي بجيب لك ياها مع القشطة يلي وصيتني عليها. إيه أفالي، كم رطل دول التنكات؟ 6 رطل. احسبن انتو ناولني حقن، وصلى الله وبارك، وكل شيء من يدك بركة يا ابو قيسي. ايه سيدي، انت الك عندي حساب قديم، اعطيك حسابك كله ولا اعطيك بس حساب هدول؟ والله يعني اذا بتعطيني حسابي كله بكون ممنونك،
لأنه لازمني غراض كثير قبل ما أطلع الضيعة. بتعرف الدنيا يعني جاي على شتي ورمضان ولازمني أشياء كثيرة. إيه تكرم عينك ولا يهمك. شرف الفريح. هاي ذهبي. بسم الله. وهي تنتين. إيه. وهي ثلاثة. إيه. وهي أربعة. إيه. وهي خمسة. وبهيك بنكون خالصين مالصين. مزبوط ولا لا؟ مزبوط. بس يا ريت تعملن ستي. لا تكون طماع فريح. انت حقك اقل من هيك. انا جبرت لك ياهن الخمس ذهبات لانه جاي الدنيا على رمضان. ان شاء الله تخرجهم بالهنا. الله يجبر خاطرك ويعافيك ويهنيك يا ابو قيسين. لك وين الشايلك عرفان؟ شفتوا قديش قبض مصاري من الزلمه؟ ايه شفتوا. نعم. خمس ليرات ذهبيات عدا ونقدا. شو رايك بهالصيده؟ سيدة مرتبة ولا من قريبه؟ لا شو من قريبه، مرتبة مرتبة. بس تعرف خلينا ندق فيه على الحارة قبل ما يفلت منا ويضيع بهالعجة. لك طول بالك شوي. شبك شطط ريالتك بهالسرعة؟ العمى لك لوين فاتها؟ يمكن فات اشتري له شوية اغراض. قلنا لك خلينا ندق فيه على بكير، ما خليتنا. هلأ بيتصرف بالمصاري اللي معه ونضل احنا على الفضلة. هذا اللي ما خليتك ولا هو اللي ما خلانا نلحق نعطوس؟ دغري فات على المحل بدون حاضر ولا دستور. والعمى هلا خلينا استنى شوي. شريف قلي شو سجل لك كمان ابو فالح؟ سجلت لي بثار يا ترى؟ لك سجلت لك كيس فول وكيسين بازاليا. أيه؟ وبدارج باذنجان. حلو كثير. اصبح سجل لي كمان تنكة طحينة وتنكة حليوة. ما بدك زين؟ بدي. في عندي زيتات وصراف كثير شغل. أيه؟ عفرينها. ايه اصبح سجل لي تنكة زيت مش راح تخرب الدنيا. صارت وصارت. حاكم هالشتوية باينت قاسية والمونة لازم تكون كافية. ما بدك دبس؟ الله يسامحك يا ابو حسن. قل الدبس عنا بالضيعة يعني. قال يا بايع المي بحارة السقايين. معك. طيب عسل. عندي عسلات زراف كتير كتير. مش نقصنا غير ناكل عسل. هذا الناخص والله بلاها العادي يا عمي. خلينا على الدبس والكشت بيكون أفضل. طيب صابون غار. في عندي صابون غار كتير ظريف. ما فيش مانع. سجل لي كيس كبير. ايه على عيني. وهي سجلت لك كيس غار. بدك شي غيره؟ شوف لي بالأول. الله يرضى عليك. قديش صار الحساب يعني؟ يا سيدي صار حسابك لحد هلا أربع ذهبات بالتمام والكمال. هي بعد المراعاة. ولا تنسى إنه أنا دافع لك حق الفرش واللحف والحرامات لأبو زكي. صحيح صحيح. يكثر خيرك. هلا بمرق بأخذهم من عنده. أصبح بكفي هيك لأنه بصريحة ما معيش غير خمس ليرات ذهب وبدي خلي ليرة ذهب لغدر الزمان يعني يا أبو حسن. أنت عيني هذا الكلام صحيح مو غلط أبدا. عجبك هيك؟ هي صرف أربع ليرات ذهب وما ضل معه إلا ليرة واحدة بس. لك يخرب بيته شو مبحتر. حدا بيصرف أربع ليرات ذهب بربع ساعة؟ ولك مانك شايف واخد بونة البيت كلها؟ طيب والعمل؟ العمل لازم نسرق له هالليرة البقيانة. حظنا ونصيبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل خيي. هاي ليرة. هاي ثنتين. هاي ثلاثة. هاي أربعة. إن شاء الله معوضين أضعاف مضاعفة. علينا وعليك إن شاء الله. أبو فالح ما بدي وصيك دير بالك عليها منيحة. شو هذه اللي بدي دير بالي عليها؟ لك هاي ليرة الذهب يلي بإيدك. ليش بقى؟ ما فهمتش عليك. السوق هون مليان نشالين ومحتالين وكل نشال ألعن من التاني. يعني مستعدين يسرقوا الكحل من العين من غير ما حدا يحس ويدرى. شو هالحكاية؟ مثل ما عم أقلك بأخذ احتياطك وحذرك منيح. والله مليح اللي نبهتني يا أبو حسين. جزاك الله كل خير. بس
وين بدي خبيها يعني؟ ادبر حالك، والله ما بعرف. احسن اشي رح حطه بهثمي، واكيد النشالين مش رح يقدروا يفتحوا هثمي ويسحبوا الليرة منه. برافو عليك، هذا احسن حل، بس دير بالك تبلعاها. ما تخافش علي، مش رح ابلعها. بعدين حتى لو بلعتها بتظل بالحفظ والصاون من هون لأوصل للضيعة، لأنه الذهب مش نزل لي على معدي. أبي انهضمش معايا. ولا شو قولك؟ ما شاء الله عنك، كل مشكلة وإلى حل عندك. لك العمى بقلبه بده يحط الليرة بتمه. عجبك على المقلب اللي أكلناه؟ ومين قالك إنه أكلنا مقلب؟ ليكو التاني ليكو. لك شلون يعني ما أكلنا مقلب؟ شلون هلأ بدنا نسحب الليرة الذهب نتبه لهالأجداب؟ انت ما عليك، ترك هالشغلة علي. يعني ممكن ننشل الليرة من تمه؟ وإذا بدك مننشل لسانه كمان. وينك؟ انت استناني هون شوي، أنا راغيب شوي وارجع. بس اوعك يغيب عنك والله لحظة. ها لك دقيقة، وين رايح؟ يعني فهمني شو بدنا نعمل بالأول. انت شو بدك بهالقصة؟ استناني هون ولا تحرك. تاخذ الغراض معك؟ لا لا يا ابو حسن، مش رح اخذهم معي. انجهز لي اياهن مليح وبرجع بعد شي ساعة زمان باخذهم. رايح جيب الفرشات واللحف يلي وصيت عليهن وبرجع بعدين. تكرم عينك على بس. يا حبيبي، وعم تعمل حالك ما عندك خبر؟ حبيبي انا كان معي 5 ليرات وقعوا مني على الارض، وهدول 4 شوفت عينها. هلا انت اجلب ولا عم تجلب علي؟ عم بقول لك كانوا 5 ليرات وهدول 4 ليرات. اطلع بالليره الخامسه قوام. يلا اخي دور على الليره الخامسه منيح، بركي بتلاقيها. لك يا عمي شوفت عينك، ما في شيء. ها يا جماعه، انا راح احكي. مع العلم ان الصراحه في بعض الاحيان بتاذي. انا شفته لهالزلم الواقف قدامكم هاد، شفته بعيوني هدول اللي رح ياكلون الدود، وهو عم يستناول ليره ذهب من المصاري اللي وقعوا من هالزلم هاد، ودحش بسرعه بتمه. ها شفتوا شلون يا شباب؟ لك الله بعت لي شاهد من غامض علمه. الله كبير يا شباب كبير. الله سبحانه وتعالى بعت لي هالزلمة هاد لحتى يكشف هالحرامي هاد وينصفني منه. يا جماعة يا جماعة، انتوا فتشوا وشوفوا بعينكم وبعدين بتحكموا. صلى الله بارك. ها ها اكبشوا شباب، اكبشوا احسن ما يهرب. انا بعرف هاي النوعية بيهرب بسرعة. اكبشوا، افتح له تمه، افتح له تمه. لك فشلن يعف، فشلن يعف، فش. لقيتها، هي هي الليرة الذهب يا شباب. كان هالحرامي حاطة بتمه، ولو قدر يبلعها كان بلعها، بس نشف ريقه من الرعبة. شرف ابو الشباب، هي ليرتها. لك ربي يسلم هالايدين. شفتوا يا جماعة انه مال حلال ما بدي عند رب العالمين؟ طب شو لك يا اخ يا حرامي؟ يا ندل يلي ما بتخاف الله. اجروا شباب اجروا. طلع حرامي. منيح اللي ما حملنا له الحمل، كنا طلعنا شركاء بالجريمة. شو لازمك عرباية مشان ننتعك ولا مو لازمك؟ يا سيدي بالفعل ببصم لك بالعشرة، يعني هالخطة ما بتخطر على بال إبليس.
إيه لكان لحتى تعرف أصلاً أنا لازم أفتح مدرسة وعلم فيها فنون النشل. فكرك ما بيجيني زباين؟ بيطلع لك يا عمي بيطلع لك. بس ما قلت لي منين جبت هالأربع ذهبات اللي وقعتهم بالأرض؟ من عندي من البيت. بقى شفت هالأربع ذهبات شلون صاروا خمسة بمعلميتي؟ لك عفارم عليك. إيه لكان؟ لك ايش ضربك العمى ولا ما انا قاصر؟ لا اله الا الله. لحظه 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 لحظه. شوفي يا اهل البروه يا اهل الخير يا اهل النخوه، انا كمان 10 ليرات ذهب قبل ما اضرب بالزلمه هذا. وقعوا مني 10 ليرات على الارض ومن اذن 5 ليرات. ايه وانا شو دخلني؟ بدكم الصراحه يا جماعه، انا شفته للرجال هذا وعم بحط 5 ليرات جيب شرواله. الله اكبر الله اكبر عليك مين ضغط جبار، ظهر الحق قبل لمح البصر. طلع من 5 ليرات اوامرك على طول. جي بلاك طولوا بالكم يا جماعه، انا 5 ليرات هاي شكون يا شباب؟ شو لي يا جماعه؟ مين هو بس ولاد انا حلف والله انا حلف. انتوا هن الذهبات يا جماعه شو هون اخي؟ ما حلف ما بدي يا حرامي يا واطي. انواع بلا شوارب.